السلام عليكم، كدايرين؟ كلشي بخير. اليوم غادي نديرو البطبوط المعمر اللي كيطيب في آلة البانيني. عندي هنايا كمية رابعة ديال الكفتة ديال لادين، عندي هنايا بصلة كبيرة مشلضة، عندي جوج جزرات وجوج كورجيتات القرع الأخضر، كلهم حكيتهم. أنا دابا كنحرك، غير كنمعس هديك لادين ديالي، الكفتة ديال لادين، ودرت الملحة، درت القزبر، درت المعدنوس، الكمون كيتواتى مع الكفته ديال لاديند، ومع المحشي مع هادشي المعمر كيجي زوين. عندنا هنايا نص معلقه ديال البزار، غادي نستعملوا فيه البابريكا، الفلفل الاحمر ملعقه كبيره، غنديروا نصف ملعقه من السكنجبير، غنديروا الزيت صافي، وغادي نبقاو نمعسوا ديك الكفته ديالنا، ونصف ملعقه ديال الكركم. غادي نبقاو نمعسوا ديك الكفته ديالنا حتى تشرب هاد العطريه كلها، وغادي نخليوها جانبا تبرد. صراحة هاد البطبوط كيجي زوين، كيطيب راه واخا تشوفو بحال هكاك، راه عندنا كيطيب كيجي رائع. عندنا البنات هنا كيما كتلاحظوا الحشوة ديالي، انا ديما كندخل فيها هاد الكيتشوب، عفوا لا موطارد، عرفتي كيعطي واحد المذاق زوين، كيتواتى مع هاد المعمر، كيجي فن. نتوما كيما كتشوفو كنحرك، كنمعس بالفورشيط هذيك الكفته ديالي. الصراحه هاد البطبوط شتو، ولكن ملي جربته ما نقولش لكم، جا رائع رائع. انا غادي نخليه دابا الحشوه ديالي تبرد، نتوما كيما كتشوفوا تنشف من الماء مزيان. عندي هنايا كاس ديال الدقيق، كما كتشوفوا حبست لي الصوره هنايا. عندي هنايا كاس ديال الحليب، ودرت ثلاثه الكيسان فورس وجوج كيسان قمح، ثلاثه كيسان فورس عنبه وجوج كيسان قمح، واستعملت الخميره، واستعملت كاس ديال الحليب دافئ والملحه، وغادي نبقى نحرك، وغادي ندير الزيت حتى هو نصف كاس ديال الزيت، حيت خاصها العجينه تجي رطبه 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 مزيان. هانتوما كتشوفوا انا كنضيف الزيت، غنضيفوا نصف كاس صغير ديال الزيت، وغادي نخليو الحادقه ديالنا تعجنها مزيان. غادي ندلكها، خاصها تجي شويه مرخوفه، ما تجيش قاصحه، تجي شويه مرخوفه. انتم غادي تشوفوا القوام ديالها، كتجي في الصراحه زوينه، غير جربوها كتجي طوب. انتم كتشوفوا كي تيجي القوام ديالها، شفتوا خاصها تجي بحال هكا. انا غادي نقطعها دابا، غادي نديرها شوفوا كويرات صغيره، انتم كتشوفوا كندهن يدي غير بشويه بالزيت صافي، وكندورهم. والحشوه ديالي راها كتبرد، الحشوه ديالي كما كتشوفوا راه كتبرد، هي في الصراحه الحشوه كتبغي ديما تكون بارده، هذه راه قاعده معروفه، الحشوه خصها تكون ديما بارده. خليتها جانبا تبرد صافي، وغادي نكمل على ما نكمل الكويرات ديالي. نتوما كتشوفوا راه كتبقى تلصق، نتوما راه ما درت لا دقيق لا والو باش ما تجينيش ثقيله. انا كنستعمل غير الزيت، وكنبقى ندي فيها بحال هكا بايديه حتى كتجمع ليا صافي. ما بغيناش حنا نستعملوا الدقيق باش ما تجيش شويه ثقيله، حيت فيها الحليب وهي خفيفة، وإلا زدنا درنا الدقيق صراحة غادي تنشف لينا العجينة. حنا الغرض ديالنا بالعجينة تبقى بحال هكا طرية. تما كندير غير الزيت، وكنبقى ندور بحال هكا صافي. هاديك الساعة غادي نبدا نخدمها نيشان، غادي نخدمها، غادي نسرحها. تما غتشوفو معايا غنسرح الجوانب، ديما القاعدة الجوانب هما اللي غادي يتحركو، أما الوسط خصو يبقى شوية غليظ باش ملي نجيو نبسطو الكريسات ديالنا ما غاديش يدير لينا، ما تقطعش. نتوما كتشوفوا كنسرحوا الجوانب، كنأكد الجوانب صافي. غادي نحط الحشوه ديالي من بعد ما حكيت فوقها الفرماج الاحمر، واي نوع عندك ديال الفرماج. انا كنحط الوسط وغادي نسد عادي صافي، وغادي نسد البطيبطات ديالي، وغادي نبقى بحال هكا حتى نكمل الكميه ديالي. وغادي نمشيو لاباري ديالنا في هاد الكريسات. البنات يطيبوا في لاباري ديال بانيني خصهم يطيبوا فيها، تكون هذيك اللي فيها الريغلاج نديروها متوسطه مينيموم صافي. هانتوما كنسخن الاله ديالي، انا حطيتها في مينيموم متوسطه صافي. غادي نكرسهم شويه، وغادي نحط بحال هادي، غتهز ليا جوج بطيبيطات
صراحة البنات والله الا كيجيو رائعين فنين. اللي عندها هذيك اللي كتضغط غادي تسد عليهم حتى طيب. انا هذه كنبقى نضغط غير بايديا حتى كياخذوا اللون ديالهم وكنحبس. انتم هتشوفوا معايا انا كنبسطهم بايدي. الا ما بغيتوش تبسطوهم بايديكم غادي تحطوا، ولكن ملي غادي تحطوا البريسه هي غادي تبريسيهم. انا بغيتهم شويه يجوني شويه رقاق، ضغطت عليهم بايديا وعاد استعمل عاد بركت عليهم بلاباري. انتم كتشوفوا عرفتي راه كيتنفخوا، راه كتضغطوا عليهم بهذه وكيتنفخوا كيوليو مهوين من الداخل كيجيو رائعين. ها هما الجوجات الاولين عرفتي الريحه ديالهم طالعه زوينه عرفتي، كيجيو في المنظر كيجيو في الشكل رائعين. ضروري واحد القاعده تاني، ضروري ما نمسحوا لاباري ديالنا قبل ما نحط الخبزه، ضروري ننظفها حيت داك السوائل اللي فيها كينزلوا، ولا ما نظفتيهاش غادي يولي عندنا هاد البطيطات ديالنا غادي يوليو محروقين. حنا غرضنا يبقاو بحال هكا ماشي يجي شي محروق شي. انتما كتشوفوا من بعد ما كملت الكميه كلها بصراحه كيجيو زوينين وكيجيو رائعين فنين. جربوهم ومع السلامه.